جميعا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لو نظر المسلمون إلى حالهم اليوم لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بابتلاءات لم تكن في أسلافهم من قبل، أمراض وابتلاءات ومحن عظيمة كلها وراء سبب واحد، ألا وهي البعد عن الله تبارك وتعالى. ولذا فإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالوا: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قالوا: فماذا يصنع بهؤلاء الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصيبهم مثل ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة متعنا شيخنا الطاروطي بآيات من أعظم آيات القرآن، وهلل كثير من الناس وتمتعوا بآذانهم، ولكني كنت أتمنى من الله عز وجل أن يتمتعوا بقلوبهم. فحدث انفصام كثير في شخصية المسلم، يعني أصبح المسلم يسمع ويردد كلام الله عز وجل كثيرا ولا يطبقه، وهذا أخطر ما في المسلمين اليوم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان يقرأ الشيخ في سورة من أعظم سور القرآن، قال عنها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمها الناس لكفتهم. لو عرفت السورة وطبقتها في حياتك العملية لكفاك بها، كنت من أعظم الشخصيات في العالم كله. سورة الحجرات نزلت لتجيب عن ثلاثة أسئلة باختصار شديد جدا. أولا: كيف يتعامل الإنسان مع ربه؟ والإجابة في أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. السؤال الثاني: كيف يتعامل الإنسان مع نبيه؟ ودي الإجابة عليها في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. السؤال الثالث والمهم جدا، والذي افتقده كثير من المسلمون اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله: كيف يتعامل الإنسان مع المجتمع اللي عايش فيه؟ والإجابة من أول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الصورة كلها 18 آية، 18 آية، لو حفظته وطبقت ما فيها من أحكام وآداب علمنا الله إياها لكنت من المسلمين حقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. تثبتوا من الأخبار، أول أدب من آداب كيف يتعامل الإنسان مع المجتمع اللي عايش فيه. يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتثبت من الأخبار من الشائعة التي يروجها كثير من الناس. يعني في الحادث الأخير في بلدتنا ميت حمل، أصبح كثير من أهالي ميت حمل يرددون الإشاعات والشائعات دون يقين، ونسي كثير من الناس قول الله عز وجل:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحاسب الإنسان عن الكلمة التي يتفوه بها، الكلمة هذه الكلمة التي تتفوه بها أنت محاسب أمام الله عز وجل عنها، وربما يرفعك الله بها درجات، وربما تكون سببا والعياذ بالله لتهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. تسمع النهاردة في البلد ده 9 مليون و10 مليون وأثار واللي قتلوا فلان وإشاعات كثيرة جدا دون يقين، وكلما تجلس في مجلس تجد رواية شك، وكثير من الناس المثقفين اللي على خلق وعلى دين يرددون هذه الشائعات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما رموا بها أناسا صالحون حاسبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الكلمات. انظر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبته من الأخبار والشائعات، حينما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة أسر بالأخبار صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم المشركون في مكة ولا يراق دم من المسلمين ولا من غير المسلمين، مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في شوكة وفي منعة 10,000 مقاتل بفضل الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسر بالأخبار. وإذ بأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتودد إلى أبي سفيان في مكة حتى يحافظ له على أمواله وأولاده، فكتب رسالة مع امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، فأنزل الله الوحي على حبيبه صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما فعل هذا الصحابي الجليل، وقال: قم يا علي وقم يا فلان، وبعث بأحد صحابته الكرام: اخرجوا إلى مكان كذا في طريق مكة ستجدون امرأة معها كتاب ائتوني به. فذهبوا، وعند المكان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي بن أبي طالب هذه المرأة، فقال لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. الرسالة، طلع الرسالة اللي معاكي. قالت: ما معي من كتاب. قال: اعطيني الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فهددها وقال لها: أخرج الكتاب أو لأنزعن الثياب. فأخرجت المرأة الرسالة من شعرها، وإذ بها في هذه الرسالة كلمات من أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفتش أسرار النبي الحربي، بيفتش أسرار النبي الحربي، وهذا حاطب ابن أبي بلتعة الذي أنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلما علم فاروق الأمة بما فعله حاطب قال: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتثبت من الأخبار، مع أنه لم تكن شائعة عند النبي بل كانت يقينا، يعني كان يقين عند النبي بالوحي أن حاطب يفتش سر النبي، ومع ذلك يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال: يا رسول الله، ما من احد منكم الا له يعني مودة وقربة عند اهل مكة، ولم يكن لي لا اولاد ولا اموال، فاردت ان اتودد الى اهل مكة بشيء حتى يحفظوا لي اولادي. واذ بالله عز وجل ينزل في حقه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى أن قال الله عز وجل:
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. انظر إلى حضرة النبي كيف كان يتثبت من الأخبار، ولكننا نحن بعدنا كل البعد عن المنهج الحقيقي. نحن في انفصام، المسلم عنده انفصام في الشخصية. يعني كثير ملايين من المسلمين يحفظون هذه الآيات، ولكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ فهذه الصورة نزلت حتى تعلم المسلم آدابا عظيمة، أولها التثبت من الأخبار، وثانيها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بين المسلم والمسلم صلة رحم لا تنقطع، رحم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر هذه الآداب العظيمة التي علمها إيانا ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر فروجنا من الزنا، وطهر أموالنا من الربا، وطهر بيوتنا من المعاصي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. كما نشهد بالله عز وجل، أشهدكم وأشهد الله أمام جميع الحاضرين بأن الحج ليلى أم الحج آسر كانت صوامة قوامة حافظة للقرآن مع أميتها، كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت تحفظ القرآن على هذه الأمية. طهرها الله عز وجل بهذه المرض البسيط حتى تلقى الله عز وجل طاهرة نقية. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمها، وأن يوسع مدخلها، وأن يتغمدها برحمته، وأن يثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم وسع مدخلها، اللهم أكرم نزلها، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.